بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله أنزل إلى رسول الله أعرفكم من الزمان المعروف ونحيكم ربنا أن أحدنا معروف إليه وما لنا لا نعبد إلا إياه ولا نعبد إلا الله ونحن نعبد إلا الله ونحن نعبد إلا الله ونحن نعبد إلا الله ونحن نعبد إلا الله وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا بدون آياتنا أولئك أصحاب اليمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا طيبتنا أعد الله لكم أجرا إن الله يحب المحسنين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يخلف الله اليوم في أيمانكم ولكن يعرف بما عقدتم الأيمان فكفارتكم في طعام عرفة مساكن من أجلكم أو تحرير وغضب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام إلا أن تقاموا أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إن من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عادة الشيطان فجدني لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء Thank you.
Thank you.
باسرا فضرعوا لكم يتصدقون وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسمع نكر به فتحنا عليهم الباب كل شيء حتى اذا فهموا بما اخبرنا اخذناهم بغته فدهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الى خير وياتكم منه ثم كيف تنصرف الايات منهم مسلمون قل ارايتكم لا تكمع باب الله بغته او باب الله هل يهلك الا القوم الظالمون وما نغفر المرسلين الا انفسهم مؤمنين ومن امن وصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآخر أيام كنت أعداؤهم ما كانوا ينصفون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يتبع الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا يشفع لعلهم يتقون ولا تقولوا للذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتضلهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا السلام عليكم وقد ربكم على أحد الأمة أن من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا أتبع أهواءكم فقد ضللت منهم وأنا أهل سبيل قل إني على بينكم من ربي وكذبتم من دوني ما عندي ما تستعبدون به إني حكم لا لله يقص الحق وهو خير الخاسرين قل لو ان عندي ما تستعبد به لقد جلبت بينكم منكم والله اعلم بالظالمين وعندكم لا تعبدوا لا يعلموا الا هم ويعلمون في دريه ربكم مسكوت نورهم من لا يعلمها ولا حقكم في ظلمات ارض الى ربي ولا اهل سبيل لا تزال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ويعلم ما جرحتم من اهل الكتاب عن طريقهم ومعجزهم الصالحه ثم اليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويشهد عنكم حسرا حتى اذا لام احدكم وغفرت رسلنا وهم لا يفرقون ثم ارجو الى الله فله الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين قل ما يكفي في الحكومة البرية رحمتهم وتضرعهم من الأنبياء لئن أنجانا هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم من أوعيكم كاملا ثم أنتم تشركون قل هو الله على أن يبعث عليكم عذابا يبعثكم من تحت أرجلكم ويلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم من سواء انظر كيف تنصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر صدق عظيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرضهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تدعوك بعد ذكر معك الضاربين وما على الذين يتقون من حسابهم من شرك لا تذكر وجعلهم من يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم الأهواء وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا فذكر به أن تسأل نفسا بما كسبت ليس لك من الله ولي ولا كفرية وإن تعرف كل عبد لا يغفر منها أولئك الذين هم مسلمون ما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكسبون قل أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونحن على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون في أهلنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا بمسلم لرب العالمين وأقم الصراط وأتقوا والذين يمشون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولون فيكون قالوا الحق له الملك يوم يقولون الصيعان يقولون هذا وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أأترى تتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملك السماوات والأرض واليمن والموحدين فلما كان عليهم فأكبرهم قال هذا ربي فلما أكل قال إنه مبين فلما أكل قال لا أكل أكلين فلما فلما تلقى علينا من المنير الحلاق من المنير الضالين
وتلك حجتنا علينا أيضا مع قومه نرفع درجات من نشاء ونرفع حكم عليم ووهبنا إسحاق ويعقوب كلا هدينا محمد من قبل نجيب داود وسليمان وأيوب 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 وكذلك نجي المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل ويسعى ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم والتابعين والتابعين من صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحرمهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد أضلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداهم واهتدوا قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدروا الله حق قدره كما اتقوا الله أن الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى وهدى للناس تجعلهم أكثر وأكثر وأكثر كثيرا وقل لكم ما لم تعلمون قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهذا كتاب أنزل الله مصدق الذي بين يديه وليكن ذرا وبشرى وحكما والذين يؤمنون بالله ورسوله وعلى صراط مستقيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سواء منزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الدنيا والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الجحيم بما كنتم تكفرون على الله والحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتم منافقا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى أعمالكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله خلق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمة البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة ثم استقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا به خضرا مختلفا حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان والشعير وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجنة وخلقهم وخلقوا من أولى من غير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أن لا يكون له ولد ولم يكن له صاحبا وخلق كل شيء وهو لكل شيء عليم ذلك الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ واتبع ما يوحى إليك واتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله لأشركت من عملت عنك فيما وأنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عنهم بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءكم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله يحرمكم وما يحرمكم قل إنما الآية عند الله وما يحرمكم وما يحرمكم لا يؤمنون قل إنما الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحكم عليهم كل شيء
ولما تؤمن بالله ان شاء الله ولكن لا تكون يحبون وكذلك على كل نبي عبد الشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض صدر قبول ذكورا ولو شاء ربك ما فعلوا فضلوا وما ينظرون ولنسقى اليك الذين لا يؤمنون بالاخره وليرقوا وليقضي امرهم أفغير الله يبتغي حكمه وهو الذي أنزل إليكم الكتاب وأقم الصلاة والذين آمنوا بالكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق لا تكونن من المفترين وتأمل كلمة ربك صدقا وعملا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يهتدون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكل مما ذكر اسم الله عليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فإن كثيرا ليكفرون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له روحا يمشي به في النادك من مثل الظهر ليس بخارج منها كذلك الجبين للمشركين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية كابر مجرميا ليكفروا فيها وما يكفرون وما يكفرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتنا قالوا أن من أحكام تمثل ما أوتي رسول الله الله أعلم من يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارا عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكفرون فمن يريد الله أن يهديه ويجرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله بالإنس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتفكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحكم جميعا يا معشر الجن قد استكثروا من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك تولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويؤمن بالرسل قائمكم هذا أرحمنا على أنفسنا وغفرتم الحياة الدنيا وشهدنا على أنفسنا أننا كنا كافرين قال ادخلوا ذلك أن لم يكن ربكم ليغفر بظلمهم وأنتم ظالمون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما آمنتم ما يشاء كما أنزلت من نبي لقوم آخرين إنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين يا ولكل الناس يا معشر الجن والإنس يا معشر الجن والإنس لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قد شهدنا على أنفسنا وشهدتم على أنفسكم أنكم كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك قربهم وأنتم غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآتٍ وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لله هو يصل لك وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله هو يصل لك شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قبل أوانهم شركائهم ليردوه للمستعصمين ولو شاء الله ما معروف فضلهم ويذكرون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا أن نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهم افتراء عليه سيكفيهم بما كانوا يكفرون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرمة على أزواجنا فإن يكون ميتة من شركاء
وهو الذي
كتاب أنزل إليك فلا تكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليك ربك ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ممن تذكرون وكم من قرية أهلكنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم ظالمون فما كان دعوهم إذ بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم يوم وما كنا غافلين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينكم لا تكونوا مفلحون ومن خفت موازينكم فأولئك المفلحون في جهنم خالدون ومن خفت موازينكم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم للملائكة فاسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فأبت منك ما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصالحين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أمرتني لأقولن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر الشاكرين قال خذ بنا مكتوما مشكورا لمن تبعك من لأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما أغني عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذهبت الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقسمان عليهما بأنهما رسول الجنة وناداهما ربكما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقرون ومتاع إلى حين قال فيها تحيون فيها تنفسكم ومن تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواسيكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلكم تذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أباويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ولا تعالون قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما بطن ولقاء البغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يكن وأن تقول على الله ماذا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسل لا يتذكرون قالوا وإنا كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشركوا على ما نسلم على أنفسكم وهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا
وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن موطن غوان وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من يكفر ونؤمن الجنة ورثوا بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا قال وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن المنزل بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعمى إلى أن يعرفوا أنفسهم ولا نبى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفهم بسيماهم قالوا ما ظنكم أنهم قوم مستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا هم ينظرون تحزنون ونادى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء يوم غضبكم الله قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا فيهم لهوا ولعبا ولعبا فاليوم ننساكم نسوا لقاء من هذا فما كان بآيات لا يشعرون ولقد جئناهم بكتاب فصل الله على علمكم ورحمة فليقل الكافرون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقولون إن نسوا من قبل قد جاءت رسولنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أجرا نعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يحذرون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيسا والشمس والقمر كل مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قل ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تسيروا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلمين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحاب ثقالا كنا ببلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يكون ثوابه بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا مكيدا كذلك تصرف الآيات لقوم ينكرون لقد أرسلنا محمدا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قوم إنا لا نراك في ضلال بما لنظن من الكافرين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعدتم أن جاءكم ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون فكذبوا فأني لم أكن معكم وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا وإلا عاد قوم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لا نراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم اعبدوا ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح مبين فوعدكم من جاءكم ذكر لكم على رجلكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله وأنعم بذكرهم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنا صادقين قال قد وقع عليكم ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله من سلطان فانتظروا بما كنتم تنتظرين فأنجيناه الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كفروا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءت بينكم من ربكم هذه ناقة الله لكم آية سواها فذرنا تعبد في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب أليم
المرسلين فأخذت الرجفة فأرح في داره جاسرين فتولى عنه وقال يا أخي لقد أبلغت رسالة ربي ونصحت لكم لكن لم تكن ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الجنة عودًا من دون النساء كلام قوم مسلمون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتقون فأنجينا الله إلا قالوا كان في مقابله فأخبرنا عليهم المقابلة فأنجينا كان عقل المسلمين وإلى مدين أخاهم شعيبا فأرسلت إلى الميزان ما تبتسم لا تأتيهم ولا تسجدوا في الأرض بعض إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم ولا تقربوا بكل صراط موعدنا وتصدوا عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إن كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالله يرسل به وطائفة فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كلمة ان ربنا في ملتهم بعد ان تجنوا قومها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالهدى وانت خير الفاتحين فقال الملأ الذين كفروا من قبيله اتبعتم شعيبا انك لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا من الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف أسعى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان سيئة حسنة عفا عفوا وقالوا قالوا وسابا وقالوا السراء فأخذنا من أنفسهم كل يكفرون فلو أن أهل القرى أخذوا القبور لفتحنا على بركات من السماء والأرض لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأكل باكنا ويكون نائما أو أمن أهل القرى أن يأكل باكنا ضحاهم يلعبون أفأمن منك الله فلا يأخذ مكر الله إذا كنتم خاسرون أولم يهدي للذين يرثون الأرض من قبل أهلها بالحجة وسرهم ونطبع على قلوبهم لا يفهمون تلك القوم لا يفهمون لا يعرفون ولا يفهمون ولو أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نزلوا وصبنا بقلوبهم ونطبع على قلوبهم لا يسمعون تلك القرآن صارفة من أنبائها ولقد جاءت رسلهم بالبينات فما كانوا يكفرون ما كذبوا به من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهدهم وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عقوبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول عن الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان ونزع يده فإذا هي بيضاء قال الله من قبل فقلنا ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تمنون قالوا اخيرا قوما رسولنا دائما حكيم ياتيك بكل ساحر عليم وجاء السحره فرعون قالوا ان لنا لا اجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم واذا كنت من المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين قال اخاف لما اصبح السحر اعرف ان لم يستخدمون وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فأضربوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى قال فرعون أعبدت به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتم في المدينة لتخرج منها أنا وكذا تعلمون لو قطعنا أيديكم أرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أكرم
الحمدية وتوفنا وتوفنا المسلمين. وقال الملعون الضمير معنا أهدى موسى وقرهم يفسدوا في الأرض ويضحك واليتك. قال سنقدم أبناء من تحي نساء فإن قطر طائرون. قال موسى لقوم استعين إلا المسلم إن الأرض لله يسمى أن يتآمن والعاقبة للمتقين. قالوا أذنا من كل أن تأتينا ومن بعض أن قال أعصابكم أن يهلك عدوكم فيستخلفكم في الأرض فينظر بكم ساعة ولقد أخذنا أهل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما الظالمون عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بالمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقنبلة والقطع بها وتم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عنك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغون لهم ينكفون فانتظرنا منهم فأغرقناهم كل يوم بالنسبة لآياتنا وكانوا عنا غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض المغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الذين أصبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعبدون. وجاءنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء كفروا ما في ضر ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلى الله وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاءكم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر فتم من مقر به 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما فاق قال سبحانك كنت إليك وأنا أول المنكرين. قال يا موسى لما اقتضيت على الناس برسالتي وبكلامي فقل ما اتيت وهم من الكافرين. وكتبنا له الالواح من كل شيء وموعظه تفصيلا لكل شيء خذها فخذ على قوتي وانظر قوم كان قوم احسنها توريك دار الفاسقين. فاصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا باياتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له اخوان الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا كانوا ظالمين. ولما سقط في ايديهم وراوا ان قد ضاروا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى الى قوم غضبان اسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي اعدتكم ربكم واخذ الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه. قال ابن امهما ان القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تكمل بي الاعداء ولا تجعلني معكم ظالمين. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا برحمتي وانت ارحم الراحمين. ان الذين اتخذوا العجل سيناله غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن الغضب اخذ الالواح من وسطها ثم احمد بالليل اغفر به يرحم. واختار موسى قوم 70 رجلا لميقاتنا. فلما اخذتهم الرجفه قال ارجعوا في اهلكم من قبل واحيائي اتهلكنا بما فعل السلطان امنا ان هي الا فتنه ان هي الا
إلا شؤونكم تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الله واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمرني أن أنزل به عليهم وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا سماوات وأوحينا إلى موسى إذ تستغفرون وأن اضرب بعصاك الحجر أن بدا سدنا اثنتا عشرة عينا قد عرفت بالناس مشورهم وظلنا عرفهم ما كنا عرفنا السبيل كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا مسلمين وإن قيل لهم ادخلوا هذه القرية وادخلوا من أحبكم وادخلوا الباب سجدا مفتوحا وقل لو شئتم خطيئتكم سنزيد المحسنين ما بدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القضية التي كانت حاضرة البحر إذ يعملون بالسبت إذ آتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يقصدون وإن قالوا أمة منهم لما تعبدون قوما إلا أنهم أو معذبون أو معذبوهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين نهوا عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون فلما عتوا عن بعض ما أمرهم ما نهوا عنه قرابة خاسئين وإذ أذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوء العذاب إن ربك لسريع العقاب غفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم كذلك وظلمناهم بالحسنة والسيئة لعلهم يرجعون فقال فمن بعدهم خلف مرض كتاب ثم عرض أهلنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض منه يقول ألم يقل عليهم كتاب لا يقول على الله إلا الحق وذرهم ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون ولا يعقلون والذين يسبون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن هذا يوم المسلمين وإن نتقنا الجبان فاتقوا كان أولكم ظلما جراكم فيه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذناكم من بني آدم من قبورهم ذريتهم فأكثرهم وأشهدكم على أنفسهم ألست بربكم قالوا وحينا أن تقولوا يوم القيامة إنكم عن عذابكم أو تقولوا إنما نترك آباؤنا من قبل تكون ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المؤمنون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان كان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى رجل اتبع هواه فما سألوه كمثل الكلب إن تحمل عليه الأذى فاتركه للأذى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا فأمرهم كان مظلما من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا بجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم ضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وإنا خلقنا من فيها بنفس الحق وبه يعملون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن فيهم مهين أم تسألون أولم يتفكروا بهم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله بهم
فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلقون ولا يخلقون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون فإن تدعوهم إذا لا يستجيبون سواء عليكم أدعوكم أم أنتم صاغرون إن الذين تدعون من دون الله عباد مثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوا فلا تنظرون إن ولي الله بنزل الكتاب وهو يدعو الصالحين والذين تدعون من دون الله لا يملكون ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعن بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون فإخوانهم يمكرون في الغي إن لا يبصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لو لم تبعتها قل إنما تبع ما يوحى إليه من ربي هذا بصائر من ربكم وتمر لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ثم جاءني من الخير فتنفي خاصا ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم
حياتكم واعلموا ان الله يحكم بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم واعلموا ان الله يحكم بالعقاب واذكروا اذ انتم قليل فكثركم واذكروا اذ انتم قليل فتضعفن في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاتكم واياكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله وامانتكم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عندكم اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وان ينكر بك الذين كفروا ليردك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير ما اكل واذا تتلى عليك اثناء قال الله سمعنا لهم الكتاب يقول ان هذا الا اساطير واذ قال الله من كان ادم حقا عليك فامطر علينا حجاره من السماء اجئنا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت الا مكارا وتصليه فمنكم عذبكم ان كنتم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله يستجدون عليهم حسرة والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيردهم جميعا فيجعلكم تفلحون أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فإن انتهوا فإن الله ما يعلم وإن تولوا فاعلموا أن